مشكل هو كان عندنا مشكل راه باين كلشي كتشوفوا فيه، انت كتشوف الستاسيون راهي واقفه، انت كلشي واقف بحال الجو داروا هادشي هنايا حفرونا، مازال ما كملوش لي طرافو ديالهم، قال لي غادي نقادوا لك هادشي نصوبو، انا ما كاين مشكل نصوبو نحيدوا داكشي التراب اللي كان راه حيدوا كله، كان كنجبل هنا قد الكبير، كان الضو مقطع صوب وداك الضو ديال الكوكيه، ولكن مازال ما كملوش لي الضونا، باقا الضو مقطع في الستاسيون، فهمتيني؟ جا داك المسؤول ديالهم قال لي غادي نقادوا لك شي، غير حنا معاك اصبر معنا، الله يجازيك بخير غنقادوا لك كلشي، الله يجازيك بخير، هادشي راه انتم اللي حنا ضرينا، الستاسيون طافي فيها الضو. لي طرافو كان هنا على الجد، المهم راه خدام كلشي واقف راه لحد الان داكشي كلشي، يعني الخدام اللي غيكملوا الخدمه راه مازال ما كملوهاش، قال لك غادي نجيو نخدموا راه مازال خلاو هذه بثلاث ايام ليومين، الله حيدوا داك التراب وفرناو داروا لي باريير وزادوا بحالهم. التعويضات قال لي غادي نشوفوا مع نشوفوا كيفاش غنفكوا لك هذا المشكل. هضرت مع السيد اللي هو مسؤول ديال الشركه ديال النقل ديال كازا سميتو كازا ترونسبور ديال الشركه ديال الترامواي، المسؤول ديالهم عطاني التليفون ديالو قال لي اتصل بيا نفكوا لك هذا المشكل. كنتصل به كل ساعه كيصيفط لي ميساج نعيط عليك من بعد شتو غابي بلو تاغ، انا اورينيو ثلاث ايام هادي وانا كنعيط عليه، قال لي الاثنين في كل مشكل الاثنين ثلاث يوم الاربعه مازال ما كاين حتى حاجه. الحوار اللي نهار الاول فاش جاو باش يتساعدوا معايا ويفكوا لك مشكل راه حنا غلطنا وهادشي غلط جا عندنا وهذا كما في الراي العام، داكشي مازال ما شفنا فيه والو. يلا حدهم حيدوا التراب من تم ودوروا هاد البارير وزادوا بحالهم وخلاو الغيس في الدخله لهم هنا، ما كملوش لي طرافو ديالهم راه باقي عندي واقف كلشي باقي واقف. باش نفسر لكم شنو كاين، حيت الستاسيون ملي كتكون ما مفينياش راه كلشي ما يقدرش يدخل لها بنادم، كيشوف الغيس ويشوف الحاله ديالك شتي غير الدخله ديالك كيدايره، يعطى الله ولا باس ما يمكنش طومبي تغسل الوسخ بقى الدنيا مكرفسه، ما عرفناش شنو غيديروا، واش غادي يجيو يكملوا هادشي ولا غيخليوا هادشي هكا، وما عرفناش شنو كاين. والوعود ديال ملي وعدونا راه هي هادي، وحنا ديجا انا عندي مشكل مع شركه فيفو انرجي اللي هو حبسي عليا السلعه، انا كناخذ السلعه بثمن ديال الزاب ديال البومبا مع عند ستاسيونات وحدين اخرين باش ما نوقفش المحطه، لان نظرا على السمه الكرائيه اللي هي غاليه، بقينا كنتصرفوا معاهم شحال من عام زادوا عليا الكرا غالي، اللي هو الوالد ديالي من 1960 هو في هذه المحطه، الى حد الان شديت لا روليف انا في 2005 بقيت كنسير المحطه، وما عيد ما ندخل مع دوك الدراري اللي المسؤولين ديال شركه فيفو، داروا معايا اجتماع شي جوج المرات ما تفهمناش علاش، هما كيقول لك كيشرقوا كاين شي مسائل كيقول لك لا هذا ما يمكنش نقصوا لك مكرا، صلحوا لنا ستاسيون، ستاسيون تخربه البومبات قدام، عندنا واحد ستاسيون واحده اخرى ديال الورثه حتى هي كيسير ديال انا كنسير هذه الورثه هذه كلها ولات لا حول ولا قوه مازال ان شاء الله نديكم تشوفوها مكرفسه حتى هي، ما بغاوش يتفاهموا معنا، حنا كبرنا هنا خصني انت راعي كان الناس القدام كي 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 الحوار معاهم كتفاهم معاهم، هاد الدراري ديال اليوم لا كيعرف واحد زائد واحد خص الفلوس، عدد ديال العائلات تشردوا في هاد المحطه ديال فيفو، عدد ديال الناس خرجوهم زرعوا عليهم غير كيموت با كيحيدوا لي ستاسيون، كيدخلوا مع المحكمه وكيحيدوا لي ستاسيون يمشيو يكريوها بثمن واحد اخر، كاين التسمصير داير تما باش نخرج كري غينيت كنخافوا غير من الله سبحانه وتعالى، والله ينصر سيدنا حنا البلاد ديال الحق والقانون. قاش الكليان كي غيدير يدخل الكليان ديجا كاين مشكل ديال لومبوطياج هنا في هذا الشارع هذا، كاين شي مشكل ديال لومبوطياج، انا ديك جا قلنا لهم شحال هذيك قلنا ودي اشرف الله يجازيكم بخير، هذا الشارع لا يعقل يدوز فيه الترامواي، علاش؟ اقتصاد ديال المغرب كله دايز ما بين ضرب عمر وكراج علال، جيتو نتوما دوزو ديجا كاين مشكل ديال لومبوطياج هنا قبل ما يكون الترامواي، كاين المدارس انا عالج كيخو مع 12 ما تلقاش فين دوز، ستاسيون مشكل ستاسيون ممكن، دابا جا كملوا عليها بهذا الترامواي وقفات، الناس واقفين وين المحلات هنا كاينين المحلات ديالهم زبال فلوس غاليين، كاين اللي شاري محل 300 400 مليون بقى ما يشري عاد حنا في ستاسيون، حنا قلنا ربما تصلح ستاسيون وتقاد الى اصلحوا على شركه فيفو ويقادوا لنا شويه ونخدموا هذا ستاسيون ربما تخدم على تصوب ترامواي، هذا هو الامل ديالنا الوحيد، نهار يخدم ترامواي يقدر تخدم شويه ستاسيون، قلنا ربما حنا ماشي ضد ترامواي ضد الحمد لله بغينا البلاد ديالنا تزيد لقدام الحمد لله البلاد غاده بالخير وغاده فهمتي التحسنات وسيدنا الله ينصروا باقي الخير لهذ البلاد، وهاد الناس هادو اللي مسيرين اللي كيكونوا شويه في المعرقيل شويه ما كاينش الحوار ما كاينش بزاف ديال الامور هكذا.